الشبهة الأولى عن الهيثم ابن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك؟ فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال. نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلمة الطيب، والبخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح، وابن السني في عمل اليوم والليلة. الأثر ده ضعيف، ما صحيح، ما صحيح أصلا. ليه؟ سببين العلماء قالوا. السبب الأول للهيثم بن حنش هذا وهو الراوي، والهيثم بن حنش مجهول، مجهول كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتاب في كتابه الكفاية الصفحة 88. وكذلك السبب الثاني لضعف هذا الأثر لأنه من رواية أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السبيعي وهو عند علماء الحديث مدلس، وقد عنعن هذا الأثر. والمدلس، المدلس إذا عنعن الأثر تجعل روايته ضعيفة وغير مقبولة، غير صحيحة، يبقى الأثر ده غير صحيح. ما حصل ذاته عند ابن عمر قال 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 يا محمد وخدرت رجله، ده كله كذب ساكت. وكذلك أبو إسحاق السبيعي اختلط، وهذا الأثر رواه عند اختلاطه، والدليل على اختلاطه في رواية هذا الأثر أنه رواه عن الهيثم ابن حنش هنا، ورواه مرة عن أبي سعيد، ورواه مرة عن أبي شعبة، وتارة قال رواه عن عبد الرحمن ابن سعد قال كنت عند ابن عمر فذكره، فده يدل أنه هو مختلط، فالحديث والأثر ضعيف لا يعمل به.